السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي الشعب الأدبية، معاكم الأستاذ أستاذ، وهنخلص مع بعض إن شاء الله الجزء الثالث والأخير من درس التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن دور التقنيات الحديثة في التنمية البشرية، ودي هنتكلم فيها عن حاجتين. العنصر الأول هو دور التقنيات الحديثة في مجال النمو العمراني، والعنصر الثاني هو دور التقنيات الحديثة في مجال التنمية الطبية والصحية أو الخدمات الطبية والصحية. بالنسبة لاستخدام التقنيات الحديثة في مجال النمو العمراني، أنا أقدر أستغل الدراسات الجغرافية المعتمدة على التقنيات الحديثة، اللي هي كلمة السر بتاعتها إيه؟ الأشعة الكهرومغناطيسية وقواعد البيانات. أقدر أستغلها في التنمية العمرانية إزاي؟ واحد، هحدد أنسب أشكال التخطيط العمراني الملائمة والخدمات المطلوبة. اتنين، هقدر احدد اتجاهات النمو العمراني لاي تجمع، وبالتالي هحط خطه ملائمه لتنميته من خلال مقارنه المرئيات الفضائيه لسنوات مختلفه اللي هي قواعد البيانات. يعني انا عندي منطقه خدت صوره ليها من 10 سنين وصوره بعد 5 سنين، لقيت المباني كلها بتتبنى في اتجاه محدد، مثلا جهه الغرب. يبقى انا لما بشوف النمو العمراني رايح ناحيه الغرب، اعرف ان مستقبلا هيمتد اكثر غربا، فبالتالي احط خطه لتنميه وتطوير المنطقه دي وخصوصا في الغرب واوصل لها الخدمات. ده بالنسبة للتنمية العمرانية أو النمو العمراني. في مجال الخدمات الطبية والصحية، أقدر أستخدم التقنيات الحديثة في المجال دوت عن طريق معرفة وتفسير أسباب تفشي مرض معين في منطقة ما. إيه السبب يا ترى؟ ليه المنطقة دي انتشر فيها المرض دوت؟ طبعا بالأشعة الكهرومغناطيسية بقى وقواعد البيانات وتحليل التربة والمية والكلام ده، أقدر لو في مشكلة فيروس بكتيريا أي حاجة انتشر في المنطقة دي هقدر أحددها. كمان ممكن أستخدمها في إدارة الإسعافات الطبية الطارئة. زي إيه إدارة الإسعافات الطبية الطارئة؟ مثلا في وقت الحوادث، مثلا ممكن أستخدم التقنيات ديت في تحديد اقرب مكان وحدة اسعاف للمكان اللي حصلت فيه الحادثة، وكمان احدد لسيارة الاسعاف اقصر الطرق والطرق البديلة لو كان في زحمة. وطبعا كلنا ممكن نكون استخدمنا الجوجل مابس او الجي بي اس في الموبايل لتحديد المكان اللي احنا فيه، وبنقول له حكي لنا احنا ماشيين ازاي، يقول لك انت ماشي بالسيارة واكسر يمين واكسر شمال وهنا في دوران وهنا في زحمة. الحاجات دي كلها طبعا ممكن نستفيد بيها في الخدمات الطبية الايه الطارئة. الحاجة الأخيرة هي إن أنا بستخدم التقنيات الحديثة دي في تحديد المناطق المخدومة والمحرومة من الخدمات الطبية والصحية عشان أحط لها خطط تنمية وتطوير. وطبعا دي هنستخدم فيها إيه؟ ها كلمة السر، ها هنا هتبقى قواعد البيانات، عشان في قاعدة البيانات بيقول لي والله هنا المنطقة دي عدد سكانها قد كده وما فيهاش وحدة صحية مثلا. يبقى مفتاح الدرس ده كله هي المقدمة اللي قالها لنا أستاذ محمد لما كان بيكلمني في التليفون، اللي هي الأشعة الكهرومغناطيسية و القواعد البيانات. ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم مع الاستاذ محمد، وما تنسوش ان هيبقى في درس او فيديو خاص بازاي نذاكر الدرس دوت، هنطبق على طول عملي، وفي فيديو ورا منه عن مراجعه الدرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.